روما وأدى عقائده وأفضل من لعب لروما على مدار تاريخ طويل جدا جدا فرانشيسكو توتي. آخر مبارياته خاضها النهاردة مع فريقه أمام جونوا وانتهى لصالح روما بثلاث أهداف مقابل هدفين عقب إعلان رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد تعاقده مع نادي العاصمة. دي الجولة اللي عملها توتي، جولة الوداع في ملعب المباراة وحيا لاعب الفريق قبل ما يجي ويمنحه دانييلو دروسي درع تكريمي من النادي تقديرا لمسيرته مع النادي اللي امتدت على مدار 25 سنة. أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولو محبين ولو عاشقين في كل حتة في العالم. إنما الحقيقة توتي لو أنت هتاخد منه حاجة يبقى بتاخد منه الانتماء، يعني اكتر لعيب منتمي في وقت ما فيهوش حد بينتمي لاي حاجه، اكتر لعيب يعترف بفكره الولاء في وقت ما فيش حد عنده ولاء لاي حاجه الا القرش يعني. ف ده فارق كتير جدا جدا انك تبقى اسطوره او رمز من انك تشتري الفلوس. بس برضو مع انك تبقى اسطوره او رمز لازم الناس تساعدك، لازم الناس يبقى عندها قناعه بيك، وده اللي كان حاصل في روما. شوفوا الجماهير وشوفوا البكاء، الكبير والصغير، كل الناس، لعيبة الفريق، كل الناس كانت حزينة النهاردة بعد 25 سنة اللي قضاهم توتي مع الفريق. توتي أرقامه بعد 40 سنة هو أكبر هداف لم يعتزل حتى الآن كان في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 250 هدف، وهو أكبر هداف في تاريخ روما برصيد 307 هدف، وأكتر لاعب ظهورا بقميص روما ب 786 مباراة، أكتر لاعب سجل في مواسم متتالية في الدوري الإيطالي 23 مرة، صنع 197 هدف مع روما، أكتر لاعب ظهر بقميص روما في المباريات الأوروبية برصيد 103 مباراة، وهو أكبر لاعب يسجل أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا في مرمى مانشستر سيتي بعمر 38.59 يوم، أصغر كابتن فريق في تاريخ إيطاليا وبعمر 22. وممكن أقعد أكمل لحضراتكم كده سجل توتي لحد بكرة، مش هنخلص، لأنه واحد فعلا فعلا من الأسماء والرموز الرنانة في عالم كرة القدم. كده حلقتنا خلصت النهاردة من الحريف. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.